طبعا احنا كنا وقفنا في السكشن اللي فات ان انت ازاي تستخدم الماتلاب بطريقة ايه عشان تبرمج كود بطريقة اويلر. خلاص طيب، هناخد بس شوية ايه، شوية انترودكشنز كده، انترودكشن عن الايه، شوية اوامر في الماتلاب بحيث تستخدمها في الكود. خلاص طيب، اول حاجة احنا قلنا ان الماتلاب بيتكون من 2 ويندوز رئيسيين، الكوماند ويندو خلاص، وفي عندك حاجه اسمها الورك سبيس. طيب ساعات الدنيا بتلخبط معاك، فتيجي تبص تلاقي ايه، الكوماند ويندو تيجي هنا كده بتاع، فاهم، تلاقي الورك سبيس يجي هنا فتتضايق بقى، فانت عارفش تيجي تقعد انت تلخبط يعني، فانت عايز ترجع تاني الشاشه للوضع ده، ممكن حد يلخبطها لك او انت تلخبطها غصب عنك او كده، فتقوم ضغط لاي اوت وديفولت، لاي اوت وايه وديفولت، يرجع لك الوضع ايه كما كان. طيب تعالى كده، احنا قلنا ايه، حاجه تانية، لو انت عايز تكبر الخط بتقوم ضاغط على ايه، بريفرنسز هنا اللي هو علامه الترس، وتختار ايه، فونت اهو، فين الفونت، فونت سوا، وتغير هنا حجم الخط بتاعك زي ما انت عايز، هو هنا مثلا عامله 12، انت ممكن تعمله 13 14 15 براحتك زي ما انت عايز. ماشي يا شباب. طيب بالنسبه بقى للكوماند ويندو ديت والورك سبيس، زي ما انا بقول لك كده، لو انا عملت كده متغير اكس بتساوي 3 وضغطت انتر، فيقوم مخزن لي هنا اكس بتساوي كام، اكس 3. ده الورك سبيس ده بيبين لي المخازن بتاعتي، هو عامل لي هنا اكس ايه، اكس ب 3 اهوت، لو انا ضغطت عليه دبل كليك كده بيفتحه لي هنا كده اكس ايه، اكس ب 3. طيب انا لما كتبت اكس ب 3 قام ردد عليا على الورك سبيس على الكوماند ويندو هنا، قال لي ان اكس بتساوي كام، 3. طب لو انا قمت رايح جاي عامل كده واي بتساوي 4 فاصلة منقوطة، ما ردش عليا، يعني الامر ما ظهرش على الكوماند ويندو، لكن اتنفذ ولا لا، اتنفذ. يبقى الفرق بين مش فاصلة او الفاصلة المنقوطة ان ده هيظهر على الايه، على الكوماند ويندو او لا، لو حطيت الفاصلة المنقوطة هيمنع ظهوره على الكوماند ويندو. ماشي يا شباب. طيب طب لو انا جيت قلت زد بتساوي اكس زائد واي، هيقول لي ان هي بكام، 3 4 7. طب لو جيت اعدل في الاكس، الكوماند ويندو لا تسمح لي بتعديل الاكس، فيقول لك قدامك طريقتين، يا اما تكتب الامر تاني تقول له اكس مثلا بتساوي 12 فيتعدل، بس الزد الامر اللي هو كان الجمع ده مش هيتعدل، لازم تكرره تاني. خلاص، يا اما قدامك انك تروح على الاكس نفسه، تضغط عليه دبل كليك كده على الخزان نفسه اهو، وتروح في قلب الخزان وتقول له والله ال 12 ديت خليها لي كام، اهو خليها لي 17 مثلا، فتتعدل، بس برضه الزد ايه، الزد زي ما انت شايف كده ما تعدلش. الحل ايه، ان انا اكتب الزد تاني، فيقوم قايل لك بدل ما تكتب الزد تاني اضغط لفوق كده اتجاه لفوق، واعمل زد بتساوي ايه، اكس زائد واي، واضغط انتر فيديني زد بتساوي 21. ماشي يا شباب، تمام كده. انت ضغطت على ايه، بضغط على السهم اللي فوق، على السهم اللي فوق، السهم اللي فوق ده بيجيب لي الهيستوري، فيقول لي والله احنا فتحنا المات لاب النهارده الساعه 9 الا ثلث يوم 26/10 وعملنا الاوامر دي، ده الهيستوري، جيب لك كل الاوامر. طبعا الاوامر اللي فوق دي كل الاوامر بتاعت ايه، بتاعت المات لاب اللي احنا ايه، اللي احنا خدناها. ماشي يا شباب، تمام كده. ما تعملش حاجه دلوقتي يعني، خليك في حاجات اصعب شويه. طيب بعد كده هقول له ايه، كالك، انا عايز امسح ايه، الشاشه دي، عايز امسح الاوامر دي لان هي طبعا ايه ملهاش لازمه، فهضغط هنا كلمه ايه، كالك، فيقوم راح مسح لي الشاشه، لكن المخازن ايه، موجوده زي ما انت شايف كده، يعني لو ضغطت زد مثلا انتر هيجيب لي ان هي بايه، ب 21 كالك، او ان انا اضغط كليك يمين هنا اقول له ايه، كلير كوماند ويندو، بس طبعا ايه، احنا طبعا مش هنشتغل كلير كوماند ويندو ولا بتاع، تقوم راح كاتب كلمه كالك وانتر يقوم مسح لك كل الشاشه. طيب لو انت عايز تمسح المخازن دي، يا اما تيجي عند الورك سبيس اللي هي المكان اللي فيه المخازن بتاعتك وتضغط كليك يمين وتقول له ايه، كلير ورك سبيس. ماشي. طبعا لو انا ضغطت هنا كلير ورك سبيس اهوت هيقوم راح مسح، ممكن اقوم كاتب له كلمه ايه، كلمه كلير، يقوم مسح، مسح الكلام ده كله، اقول له كالك، يقوم مسح لي ايه، يبقى انا عامل كلير وكالك، يبقى انا نظفت كده.
طيب عشان نتغلب على حته ان الكوماند ويندو ما ينفعش تعيد تكتب فيها الامر، ده قصه بقى يعني. انا لو كاتب برنامج كبير وحبيت اغير في حاجه في فوق هقعد اكتب ده كله تاني؟ قال لك لا، ما احنا ما بتبرمجش في الكوماند ويندو. الكوماند ويندو دي بتكون بمثابه يا اما زي الكالكوليتور كده حاجه بسيطه يعني اعمل عليها حسابات سريعه، او يا اما ان انا عامل ايه ان هي ان انا استخدمها كمخرجات كشاشه مخرجات للايه للبرامج بتاعتي. ماشي يا شباب؟ طيب امال احنا بنبرمج على ايه؟ قال لك بتروح على حاجه اسمها نيو سكريبت. نيو سكريبت اهوت بيفتح لك حاجه كده مكتوب فيها ايه فوق؟ مكتوب فيها ايه؟ اديتور. طيب الاديتور ده عباره عن ايه؟ يقول لك والله انا هعمل برنامج اهوت هقول فيه ان الاكس بتساوي 3 والواي بتساوي 4 فاصله منقوطه والزد بتساوي اكس زائد مين؟ زائد واي. وهم قايل له سيف لي البرنامج ده وسيف از على الديسك توب اهوت. هسيفه على الديسك توب باسم مثلا سيكشن، هنسميه مثلا اس مثلا، خلاص. واقول له ران، فيجي لي حاجه زي كده. اقول له اد تو باث. اد تو باث يعني يضيفه للايه للمسار يعني. فيقول لي والله البرنامج الاس اشتغل، الاكس بتساوي 3 ظهرت على الشاشه عشان مش جنبها فاصله منقوطه، عمل لي خزان اكس بتساوي 3، واي بتساوي 4 نفذه، شايف نفذه بس ايه بس ما حطوش هنا، زد بتساوي كام؟ زد بتساوي 7 نفذه ما ايه. طيب يبقى اذا استنتجنا من هنا ان الفاصله المنقوطه بتظهر الامر ولا ما بتظهروش على الكوماند ويندو؟ يبقى ما بتظهروش. الجماعه بقى المبرمجين بيستخدموا الفاصله المنقوطه ديت لحركات تانية يعني ان هو يعمل ايه؟ يقول لك والله انا استخدمه كاوتبوت اوردر او ايه او امر للخروج يعني، يعني امر ايه؟ يخرج لك الاوامر بتاعتك الاوتبوت بتاعتك بدل ما انا اقعد اكتب ايه ديسبلاي ومش عارف ايه وزي السي. بالمناسبه الماتلاب اندر سي يعني متبرمج زي السي، وكل اوامر السي تصلح هنا يعني لو كتبت اي حاجه في السي هتلاقيها تمشي هنا. ماشي؟ لان هو ايه متبرمج بالايه بالسي. طيب هو طلع لك ايه؟ عمل لك ايه؟ الفاصله المنقوطه دي لما انت شلتها فاظهر لك الامر، صح ولا لا؟ فبيستخدموه في حاجتين، لما يحب يظهر حاجه يعني عايز يظهر مخرج مثلا من المخرجات زي ما انا كده حبيت اظهر الزد والاكس فشلت الفاصله المنقوطه. الحاجه الثانيه ان انا بعمل تشيك على البرنامج. لو انا عندي لوب مثلا زي ما هنشوف بعد كده وعايز اشوف اللوب ده ماشي مظبوط من جوه ولا لا، فبيقوم راح جوه اللوب كده يشيل ايه؟ الفصل المنقوطه اللي عند الامر من جوه، فيبدا اللوب ده يتكرر قدامه، يبدا يظهر بالاوامر بتاعته. ماشي يا شباب؟ طيب هنا اقدر اعدل بكل سهوله، يعني مثلا اكس هنا مثلا اقول له خليها لي 25 واقول له ايه؟ رن. بس خلي بالك اخر حاجه هيسيفها. شفت مكان ما انت مسيف؟ يعني لو قفلنا على الوضع ده هتلاقي ان الاكس ب 25. ماشي يا شباب؟ يبقى ايه؟ عملت اكس ب 25 هو قام راح مسيف. اذا التعديل هنا سهل ولا لا؟ التعديل هنا سهل. فاحنا بنشتغل هنا على ايه؟ على الاوامر بتاعتنا. طيب تعالوا كده بقى نعمل شويه حاجات كده، شويه اوامر هنحتاجها يعني. لما تكون انت عايز تعمل فيكتور مكون من مجموعه ارقام، فتقول له والله انا عايز اعمل فيكتور اسمه اكس مكون من 1 2 3 4 5، واقفل القوس واقول له كده انا عملت فيكتور ايه؟ افقي، صح ولا لا؟ طب لو انا عايز الافقي ده يبقى راسي، اقوم قايل له اكس بتساوي 1 فاصله منقوطه 2 فاصله منقوطه 3 فاصله منقوطه 4 فاصله منقوطه 5، فيعمل لي اكس ده ايه؟ راسي كده، تمام؟ طيب لو انا عايز ارجعه تاني افقي، اقوم قايل له اكس بتساوي اكس ترانسبوز، يبقى ترانسبوز ده بيقلبه ايه؟ من راس الافقي او من افق الراسي يعني عادي، يعني يعمل له ترانسبوز يعني، او اكس ترانسبوز اكس بتساوي اكس ترانسبوز فيقلبه تاني ايه؟ راس. طيب عرفنا ازاي بنعمل فيكتور. طيب في طريقه ثانيه انك انت مثلا تدخل مثلا ايه؟ لو بندخل مثلا مصفوفه اسمها اكس مثلا، اقول له ايه؟ الصف الاول 1 2 3، يبقى انا بدخل الصف الاول عناصر الصف الواحد بينهم ايه؟ مسطره او كوما.
مسطره او كومه يديك ايه عناصر الصف الواحد. طيب اما اجي انقل بقى للصف اللي بعد كده، الصف الاول للصف الثاني، بقوم عامل فاصله منقوطه اقول له 2 4 ايه 5 مثلا، فاصله منقوطه 6 7 كام 8 واقفل الايه قوس. عملت مصفوفه. طب لو عملت عندي مصفوفه اسمها واي واقول له ايه مثلا، عايز ادخل مثلا 2 3 7، عايز انزل بدل ما اعمل فاصله منقوطه، في ناس تعمل انتر انتر خلاص، يعمل 8 9 10 انتر 11 12 2 مثلا 13، واقوم عامل كده. ماشي يا شباب؟ ده ازاي بدخل ايه؟ بدخل مصفوفه. طيب ازاي اعدل في المصفوفه ديت؟ بعدل بقى ايه؟ طبعا اوامر التعديل والكلام من ده هتلاقوه معاكم في الايه؟ في البي دي اف والفيديوهات اللي موجوده عشان ما نضيعش فيها وقت النهارده. فهضغط هنا ايه؟ كالك اهو، واعمل كلير وكالك تاني. طيب نفترض ان انا عندي مثلا عندي دالة بتحسب مثلا ايه؟ الايه مثلا دالة مثلا تمبريتشر، دالة في اكس وواي مثلا، اكس تربيع زائد واي تربيع، ده التمبريتشر. فالتمبريتشر عندي دالة في مين؟ في اكس تربيع وواي تربيع. فانا عايز اعمل حاجة في الماتلاب تعمل لي دالة اسمها تمبريتشر، ادخل لها اكس وواي فيقوم مطلع لي دايما الايه؟ الناتج. بعملها ازاي في الماتلاب؟ بقول اعمل له تمبريتشر كده تي بتساوي ان لاين، تي بتساوي ان لاين، اقوم قايل له ايه؟ اكس اس 2 وواي اس 2. ركز بقى كده، امر ان لاين. ان لاين بيعمل لك داله فانكشن، بيعمل فانكشن من سطر واحد، داله واحده. يعني انت هنا عندك التمبريتشر دي هتبقى داله في مين؟ في اكس تربيع واي تربيع. بتكتب ان لاين وتفتح قوس وبعدين تعمل ايه؟ علامه الايه؟ الابوستروف دي اللي هي بتبقى من حرف الطاء عندك في الكيبورد، خلاص زي الداش كده، داش وداش، وتقوم راح قافل القوس بتاعك. لو عملت كده وقمت ضغط انتر، يوم قايل لي ايه؟ مش هو هنك بس هنقول مثلا التمبريتشر بتساوي ان لاين 2 كوتيشن اهو، واقوم قايل له ايه؟ اكس اس 2 زائد واي اس 2، واقول له انتر. يقوم قايل لي ان التمبريتشر دي داله في مين؟ هو فهم ان هي داله في مين؟ في اكس وواي. ممكن اعملها في اكتر من متغير اكس واي زد، بس هي تبقى ايه؟ داله واحده يعني من سطر واحد. فهم قايل له كده مثلا لو دخلت لي تي ب 2 و 3، عارف هيعمل ايه؟ هياخد ال 2 وال 3 ويقعد بيهم فين؟ يقعد بيهم في الداله. يعني هياخد 2 تربيع اللي هي ب 4 و 3 تربيع اللي هي ب 9، 4 و 9 كام؟ 13. فهمتوا داله الانلاين؟ فالانلاين بقوم عاملها مثلا، طبعا ممكن تبقى العدد كبير من الايه؟ من المتغيرات، يعني انت مثلا تبقى ايه؟ اكس واي وزد، واقوم قايل له ايه؟ تي بتساوي مثلا، بلاش تي مثلا، نعمل مثلا داله اسمها جي، جي ديت هقول له ان هي ان لاين اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع. بس لازم تكون ايه؟ بين اتنين كوتيشن كده، لازم تظهر باللون البنفسجي كده. وبعدين اقول له ايه؟ جي محتاجه كام متغير؟ واحد مثلا كوما 2 كوما 3 كده. انا دخلت ايه؟ جي اكس واي وزد، فقوم جمالي اكس تربيع واي تربيع زد تربيع، يقول لي ان هم كام؟ 14. فهمت داله الاونلاين دي بتعمل ايه؟ فاهم؟ يبقى دي لما تكون انا عندي داله وعايز ايه اعوض فيها وهكذا. طيب نروح بقى على جزء بعد كده اللي هو لو انا حابب مثلا اعمل فيكتور. احنا قلنا ممكن ندخل فيكتور بصوره مباشره 0 1 2 3 صح؟ طب لو انا عايز اعمل فيكتور مثلا لطول الرد وانا مقسمه الى قطع مثلا، فقال لك ممكن تعمل ايه؟ تقول له والله ده انا عندك مثلا اكس ده، ممكن تقوم كاتب كده من 0 الى 1 والستيب مثلا ب 1 من 10. ده يقوم عامل لي ايه؟ يقوم عامل لي فيكتور كده اهو، فيكتور طويل زي ما هنشوف ده اللي هو اللي اسمه ايه؟ اكس. بدايته كام؟ صفر.
واحد من عشرة، اتنين من عشرة لحد واحد اهو. هو ده بيقول لك من كولومن واحد لتمانية عشان هو ايه السطر ما كفاش فنزل على السطر اللي بعد كده. لو جيت تفتح الاكس هتلاقيه متقسم كده اهو، الفيكتور بتاعك اهو صفر واحد من عشرة، اتنين من عشرة، تلاتة من عشرة، اربعة من عشرة، صح؟ يعني ده عمل لنا فيكتور ايه؟ عمل لنا فيكتور بدايته صفر ونهايته كام؟ والخطوة بتاعته كام؟ واحد من عشرة، صح؟ طب لو انا عملت حركة ظريفة قوي قمت عامل كده اكس بتساوي من صفر ل واحد والخطوة بتاعتي كام؟ ينفع؟ هيوصل لتسعة من عشرة، ما يبدأ صفر، تلاتة من عشرة، ستة من عشرة، اخره كام؟ تسعة من... هيجيب الواحد؟ طب تعال نجرب كده نشوف. اه فعلا ما جابش الواحد. اذا اخلي بالي من الاستيب بتاعتي كويس قوي، لانها ممكن ترميني ان انا ما اجيبش ايه، ما اجيبش نهايه الفيكتور. يبقى الامر ده خطير ولا لا؟ الامر ده خطير، صح؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه المشكله. طب انا عندي دلوقتي اكس اهو مكون من ايه؟ من عدد من الخلايا بناء على الامر اللي انا كنت كاتبه قبل كده. لو انا عايز اجيب الطول بتاع الخليه بتاع ده فاقوم قايل له لينس، لينس اهو للاكس ده، لينس للاكس يعني طول الاكس ده بكام؟ خلاص؟ ممكن ما اجيبش لينس بس، ده انا ممكن اضرب عناصر الاكس، يعني ممكن اقول له ايه؟ برود الاكس، ضربهم كلهم في بعض هو طلع بصفر. خلاص ممكن اجيب برد، ممكن اجيب الصم بتاع الاكس اهو، يقول لي ان هي 1.8 من عشرة، لو جمعتهم هيطلعوا 1.8 من عشرة. بيجمع لك كده. خلاص ممكن تجيب البرودكت الصم، ممكن تجيب الماكسيمم بتاع الاكس، ممكن تجيب الايه المينيمم بتاع الاكس. يعني كل دي اوامر بنستخدمها على الايه، على الفيكتور بتاع. طيب نرجع تاني بقى للايه، لامر سكريبت. افرض ان انت عايز تعمل داله مكونه من عده اوامر بقى، مش داله من امر واحد. يعني مثلا التمبريتشر قبل ما تحسبها، والله ده انت هتروح تحسب لي مثلا انت هتحسب لي الزد ده مثلا يكون مجموع الاكس والواي، وبعد كده ايه تعوض بالتمبريتشر داله في الزد ده مثلا. فهم قايل له ايه؟ لازم هنا استخدم سكريبت اللي هو الاديتور. فهم راح قايل له هنا والله علشان اعمل داله فلازم اكتب ايه؟ فانكشن، كلمه فانكشن يعني هانشئ داله. واقوم عامل قوس مربع كده واكتب جواه مين؟ المخرجات. واقول له يساوي اسم الداله، بكتب بعد كده اسم الداله، اسم الداله وليكن ايه؟ اسمها مثلا تمبريتشر. وافتح قوس ايه؟ قوس اللي هو القوس العادي مش القوس المربع. واقول له والله علشان تحسب الداله بتاعت تمبريتشر اسمها تمب دي، عشان نحسب الداله بتاعت تم فانا لازم ادخل اكس وواي. خلاص؟ وهو هيروح يعمل لي ايه؟ هيحسب لي الاول زد مثلا اللي هو مجموع الاكس والواي، حطيت فاصله منقوطه علشان ايه؟ علشان الامر ما يبقاش ما يظهرش على الشاشه يعني. بعد ما حسب الزد يروح يقول لي ايه؟ ان التمبريتشر اللي هي تي يعني، خلاص هي عباره عن تي ديت اللي هي ممكن نسميها جي، ممكن نسميها اي حاجه، نسميتها تي كابيتال يعني. فيقول لي ان التي كابيتال دي هي اكس تربيع زائد ايه او زد تربيع. التي دي هي الزد تربيع. بعد كده هم قايل له ايه؟ اند. طب انت عايز تخرج ايه يا عم الحاج من الداله دي؟ قال له والله انا عايز اخرج الزد ومين والتمبريتشر، الزد والتمبريتشر. انت عايز تخرج حاجتين، ماشي يا شباب؟ فاقول له الاول انت عم نسيف الداله ديت، هنسيفها على الديسك توب اهوت. وهم قايل له والله ده اسمها هنا بقى حاجه مهمه جدا، اسم الداله هنا ايه؟ اسم الداله هنا ايه؟ تمبريتشر، صح؟ داله في مين؟ داله في اكس وواي، صح؟ تمام. طيب لازم يكون الملف اللي انت هتسيف بيه له نفس اسم الداله، يعني اسم الداله تمب يبقى هنا نفس اسم الداله اللي هو التمب، ماشي؟ فانا سيف كده، اقول له سيف. خلاص خلاص كده اقوم قايل له رن. طبعا هو لو انت طبعا هتقول له اد تو باث. خلاص فيقول لي ايه؟
الدالة بتاعتك اهي. طيب انا عملت الرن اهو، فطلع لي ايه؟ لما انا عملت الرن قال لي والله ده انت مفيش انف انبوت يعني. فاقول له والله الدالة دي بتخرج لي كم متغير؟ اتنين. فانا اسميهم واقول له مثلا خرج لي مثلا الزد والتي اللي هو عايزه. وخلي بالك الماتلاب بيميز ما بين الكابيتال والسمول. زد وتي يعني ايه؟ حطهم لي جوه مصفوفه يعني اسمها زد وتي. جوه فيكتور يعني اسمه زد وتي. اقول له بتساوي داله اسمها تم. طالما عملت رن للداله هو افتكرها بقت داله زي الكوزاين والساين والكلام من ده. ودمجت مع الايه؟ مع الماتلاب. يعني بقى كانها بقت داله مع الماتلاب. زي الساين والكوزاين والحاجات واللين والكلام من ده عاد عارفها. فيقول لي الداله بتاعتك اسمها ايه؟ تم. طب هي هتخرج المخرجات بتاع الداله دي بتدخل قيمه خرج قيمه واحده زي الساين والكوزاين ولا بتخرج قيمتين؟ انت قايل له ان انت بتخرج ايه؟ التي والايه؟ والزد. فلو انا قمت انا قايل له مثلا اثنين وثلاثه فيقوم قايل لي ايه؟ التم بتاعتك ديت في اصلا ان في متغيرات فيها اكس واي. ايه؟ متغيرات في الزد اكس واي. اه. انا مدخل الزد. الزد اصلا انت بتحسبها. الزد هو بيحسبها، بيحسب الزد الاول. اللي هو مجموع الايه؟ الاكس والواي. ماشي. ايه مشكلتك بقى؟ انا هعمل اهو كالك وكلير يا عم خالص. ماشي تمام كده. بعدين هما قايل له ايه؟ تعالى اهو امر الداله اللي هو اسمه ايه؟ زد وتي بيخرج تم ب 2 و3. مش عارف اعمل كده ليه. طب بص نقفل ده خالص اهو، نعمل كالك كلير خلاص. انا مش عارف والله. اصل انت كنت فاكر يا باشمهندس ان في دله الزد دله في تي. الزد دله في تي ازاي؟ انت مش كنت فاكر ان التي بتساوي زد 2؟ اه. دي اصلا التي دي دله اكس والله هي اللي دله في تي. دله الزد اللي انا عايزها. ثواني بس. ثواني. ده التمبريتشر اهو. الزد بتساوي مجموع الاكس والواي، والتي زد تربيع. خلاص هعمل ده كالك كلير، هعمل ده رن اهو. خلاص بعد ما عملت له رن اقوم قايل له ايه؟ الداله اهي انا عايز اسيفها في الزد والتي اهو، واقول له الاكس مثلا باتنين ده بثلاثة والاكس باتنين مثلا. فيقوم قايل لي الزد بكام؟ بخمسة اللي هو مجموعهم، والتي بكام؟ بخمسة وعشرين. ماشي يا شباب؟ لا ده انا كنت ضغط على حاجة غلط، ضغطت هنا على رن على الطايم وبتاع. ماشي؟ الايرور ده عشان انا كان المفروض ادخل الدالة بقيم صح؟ فانا لسه ما دخلتش القيم، ودي الايرور اللي حصل معاك. انت لسه ما دخلتش القيم، فشيء طبيعي يقول لك ان ايرور ما فيش ايه؟ ما فيش انبوت. اهو نوت انف ايه؟ ده شيء طبيعي، بس الداله ايه؟ اتفعلت ولا لا؟ اتفعلت. نعمل هنا كالك وكلير. لا ما ينفعش. ليه؟ احنا بنعمل انت ممكن تدخل هنا تقول له ايه؟ الايه؟ بص كده تقوم عامل ايه؟ بعد ما قلت اكس وواي في التمبريتشر هنا خلاص، لو انت دخلت يبقى الداله ملهاش لازمه بقى. يعني انت ممكن تعمل داله بدون انبوت، يعني تقوم عامل له كده داله ما فيش انبوت خالص اسمها تمب. والاكس بكام؟ بسبعه. والواي بكام؟ يبقى فايدتها ايه بقى الداله؟ فايدتها ايه؟ ملهاش فايده الداله. يعني داله انت هتدخل لها ايه؟ انبوت. وعلى فكره بالمناسبه اهو لو انت عملت كده هيقول لك انها ب 15. شايف؟ وما قالكش ان الايرور ايه؟ ان في ايرور في الداله. لكن لو انا قمت شايل الاكس والواي ده شايله كده
وقمت عامله هنا اكس وايه اكس واي وقمت عامل رن هيقول لي مفيش ام مفيش ايه. فالجماعه بقى اللي هم المبرمجين يقوم راح يقول لك ايه رايح دماغي انا اقوم واخد ده كوبي وايه وبسط هنا اهو واقوم شايل الاكس ده واحط مكانه ايه 3 وهنا مثلا 7 واقول له انتر يديني الزد ب 10 والتمبريتشر بكام يا رجاله؟ بكام؟ ب 100. تمام كده؟ صعبه؟ طيب بعد ما عرفتوا ازاي بنعمل دله عرفتوا ازاي بنعمل دله؟ اي دله بقى انت اقعد تدرب بقى شوف الدوال بتاعتك تقدر تعملها ازاي. خلاص؟ طيب بالنسبه للموضوع بتاعنا هنا بقى هنعمل كالك وكلير وكالك تاني ننظف كده. تعالى بقى كده نشوف الموضوع بتاعنا. احنا بنعمل ماتلاب كود حلو؟ فالماتلاب كود بتاعنا زي ما انت شايف كده انا هعمل فانكشن اسمها ايه؟ الفانكشن بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها اويلر. خلاص؟ فانا الفانكشن اهي ده مين؟ دي الاوتبوت هيخرج لي الزمن والداله واي اللي مع الزمن. وده اسم ايه؟ اسم الداله. الاف دي اللي هي ايه؟ الاف دي اللي هي ايه؟ الفانكشن، الفانكشن اللي انا اقعد بيها اللي هو الميل يعني، اللي انا اقعد بيه في الداله بتاعتي. تي واحد بداية الزمن، الزمن بتاع بدايته صفر مثلا أو واحد أو كده. تي اتنين نهاية الزمن، يعني أنت هتشتغل على فترة زمنية من صفر لحد واحد زي ما خدنا المرة اللي فاتت. فبدايتك صفر ونهايتك كام؟ نهايتك كام؟ واحد. طيب الواي نود بكام؟ الواي نود القيمة الابتدائية بواحد مثلا، والاتش اللي هي الستيب، والستيب دي خطيرة جدا زي ما احنا شفنا ممكن تبقى صفر لواحد وانت واخد ستيب 3 من 10 فيبقى نهايتك 9 من 10 مش واحد. ماشي؟ طيب بعد كده هما قالوا ايه؟ التي التي ده اللي هو الايه الفيكتور بتاعنا بدايته تي 1 ونهايته تي 2 والستيب بتاعتي كام؟ الستيب بتاعتي كام يا رجاله؟ اتش. يقوم عامل لي ايه هنا؟ لو انا مثلا كنت مدخل صفر وواحد والستيب بربع يقوم عامل لي صفر ربع نص 75 من 101 صح ولا لا؟ عمل لي فيكتور وسماها اسمه ايه؟ اسمه تي. ماشي؟ طيب بعد كده قام قايل له ايه؟ التي ده تي ترانسبوز يقوم قلبه ايه؟ بدل ما افق يقلبه ايه؟ راس. طيب بعد كده يقول لي والله شوف لي اللينس بتاع التي ده كام؟ فيقوم قايل لي اللينس بتاعه 5. بعد كده في امر اسمه زيروس. الامر زيروس ده بيعمل مصفوفة صفرية عدد صفوفها هنا وعدد اعمدتها هنا، يعني تفتح قوس كده وتكتب فيه ايه عدد الصفوف وعدد ايه الاعمدة. يعني هنا مثلا هيعمل لي عدد صفوف كام؟ 5 اللي هو الان وكم عمود؟ عمود واحد. فيقوم عامل له واي اهو عمود واحد وعدد الصفوف فيه 1 2 3 4 كام؟ 5. ماشي يا شباب؟ طيب بعد كده يقول لي ايه؟ انا عايز الواي الاولاني ده اهو، ما هو ده قيم. انت عندك دلوقتي فيكتور اسمه تي راس في قيم والفيكتور اسمه واي مناظر للتي، يعني انت عندك الزمن وعندك الواي اللي قصد كل زمن. فالتي بتاعك من صفر لواحد والواي عندك من كله صفار، بس انت عندك اول قيمه في الايه؟ جيفن صح ولا لا؟ اللي هي الواي نود اللي هي قيمتها كام؟ واحد. فيقوم راح عامل لي ايه؟ شايل لي اول قيمه في الفيكتور ده وحط لي مكانها كام؟ واحد. طيب انا عايز املى بقى ايه؟ الباقي. فقوم راح قايل له ايه؟ خلي بالك هنعمل فور لوب خلاص بدايته من واحد الى ان ناقص واحد. واقول لك ليه؟ واقول له ايه؟ ان واي الجديده واي عند اي زائد واحد واي في الخزان الجديد بتساوي واي القديم زائد اتش في داله، الداله اللي هي جيفن في الامتحان اللي هي جيفن معاه في المساله. طيب ايه اللي بيحصل؟ انا بيبقى عندي ده التي صح؟ ده التي اهو وده الواي المناظر لكل زمن صح؟ عند زمن صفر الواي ايه؟ بواحد. طب عندي بقيه الازمنه مش موجوده.
طيب بقوم عامل فانكشن في الكوماند ويندو، في الكوماند ويندو اقول له ايه فانكشن دي اسمها اف، مش شرط يبقى اسمها اف اي اسم، بس هي هنا اسمها ايه اف. فاقول له الفانكشن اف ان لاين تي في واي، يعني الان لاين ده يعني الداله ديت اف دي هتبقى ايه داله في مجهولين اللي هو تي وايه واي، اما يخش لها قيمتين ترجع له قيمه واحده. فاكرين الان لاين اللي هي التمبريتشر داله في اكس تربيع واي تربيع، كنا بندخل لها اكس واي يبقى فيرجع لك ايه التمبريتشر. هنا هتدخل له مين تي واي وهيرجع لك قيمه مين قيمه الاف ويعوض بيها صح. طيب العداد بتاعي انا عايز يبدا من اول الخانه رقم كام؟ خلي بالك دي اسمها واي واحد، واي واحد بكام الخزان ده اسمه واي بين قوسين كده واحد، واي واحد يعني قيمه الخزان الاول ده اللي هو واي واحد. فما اجي اقول له مثلا واي انا عايزه يبدا من اول اتنين، فخلي الاي بتاعتي بواحد عشان لما اجي اقول واحد يبقى واحد واحد يبقوا كام؟ اتنين، يبقى واي اتنين ده الجديد صح؟ بتساوي واي القديم، واي القديم الاي، الاي بكام؟ بواحد اللي هو ده. طيب تعالى كده نشوفها، لما الاي بواحد ايه اللي بيحصل؟ يقول لي واي اتنين يعني الجديد ده اهو اللي هو الصفر ده بتساوي مين؟ واي واحد اللي هو مين؟ القديم صح؟ زائد مين؟ زائد اتش، الاتش ثابته خزان ثابت قيمته بكام؟ بربع. في اف وفي كام؟ تي واحد واي مين؟ واي واحد، تي واحد واي واحد، تي واحد يعني تي اللي في الخزان واحد اللي هو كام؟ صفر. واي واحد يعني واي اللي في الخزان واحد اللي هو بكام؟ فياخد الصفر والواحد دول ويروح يعوض بهم فين؟ في الداله الانلاين، فيرجع لي بكم قيمه يا جدعان؟ ده صفر جذر مين؟ جذر واحد يرجع لي بمين؟ يجمع الخزان صفر مع يضربه في الخزان اتش ويجمعه على الخزان واي واحد ويحط القيمه بتاعت الكلام من ده اللي هو يطلع واحد يعني، يعني الناتج العمليه دي تطلع واحد ويحطها لي فين؟ في اول خزان بعد الابتدائي يعني اللي هو يحطه في الخزان رقم واي 2. طيب اللوب الثاني خلاص احنا جبنا واحد فيبدا يرجع ثاني ويطلع على اللوب، فلما يرجع على اللوب يديني الاي بكام؟ ب 2، ينزل يعوض بقى هنا 2 زائد 1 يبقوا كام؟ يبقى واي 3، يعني الخزان واي 3 اللي هو ده اهو بتساوي ايه؟ بتساوي واي 2، واي 2 اللي قبل منه خلاص اللي هو قيمته بكام؟ اللي هو حاسبه من المره اللي فاتت من اللوب اللي قبل كده، في اتش اللي هي بربع، في اف اوف تي 2 واي 2 لانك انت الاي هنا بقت ب 2. طيب الخزان تي 2 فيه كام؟ تي 2 فيه كام؟ خلي بالك ده مش صفر، مش واي صفر، ده واي 1 او تي 1، ده تي 2، فتي 2 فيها ربع خلاص، وتي 3 وواي 2 فيها كام؟ فياخد الربع والواحد دول يقعد بهم في داله الايه؟ الاونلاين، ويرجع تاني بقيمه اللي هي بربع ويخزن لي الناتج اللي هو ايه؟ ناتج العمليه دي جوه الخزان وهكذا. فهمتوا اللوب ماشيه ازاي؟ تمام؟ يبقى هو بيحسب ايه؟ بيحسب الميل اهو اتش في الميل عند مين؟ عند تي اي واي اي. ماشي؟ ده كده الكود بتاعنا، تعالوا كده نكتب الكود بقى على الماتلاب. أول حاجة أقوم رايح أهو هقول له والله ده أنا عندي إيه؟ فانكشن، هكتب الكود اللي أنا كتبته من شوية، طبعًا أنا كاتبه قبل كده، فأقوم رايح بس جايبه إيه؟ عشان ما نضيعش وقت فيه، وأقول له أوبن أهو متخزن أهو اسمه أويلر خلاص؟ اللي هي الأوامر اللي إحنا كاتبينها من شوية. تمام؟ اللي هو بيحسب ايه؟ اف اوف تي اي واي اي، ده اويلر بيحسب الميل عند نقطة مين؟ عند نقطة البداية، صح؟ طيب، تعالوا كده أما نشوف لو أنا عاوز، لو أنا عاوز دلوقتي أستخدم البرنامج ده، أنا خلاص كتبته أهو، أستخدمه إزاي؟ أقوم عامل له رن الأول، فيقول لي والله ده مفيش إنبوت، ما خافش ما تخضش يعني عادي، بعد كده أقوم قايل له إيه؟ والله أنا هاخد ده أهو كده كوبي اهو وبسط هنا الاف دي احنا قلنا هنشيلها ونحط مكانها ايه؟ اللاين الداله صح؟ اللاين الداله اقول له مثلا ايه؟ تي في واي اس نص صح؟ طيب تي واحد اللي هي تي البدايه بصفر، تي اتنين اللي هي بواحد، واي نود اللي هي بواحد، والاتش بتاعنا اللي هو بكام؟ بربع صح؟ واضغط انتر
فقام عامل لي ايه القيم اهي، نفس القيم اللي كانت فين اهي، صح؟ يبقى ده التي وده مين؟ ده الواي. ماشي، عرفنا بنعمل البرنامج ازاي. طيب ابدأوا كده، اكتبوا البرنامج عندكم كده، نبدأ نكتب البرنامج. انا نوقف ده كده، ترجمة